والله بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه هي مجموعة من الرسائل وليست رسالة واحدة فقط. بداية لابد على الجمهور الكريم، جمهور القناة، قناة الوطنية العزيزة، أن يعرف أن المتحف الوطني المجهد هو عبارة عن واجهة للبلد ككل، تمثل الجزائر ويفاخر بها المواطن الجزائري، واجهة ثقافية، واجهة تاريخية، واجهة حضارية، تحبيب الشباب في التاريخ. وهذا الشيء اللي راح نبسطوه الآن يعني بطريقة مبسطة. واش رانا حابين نقولوا للجيل هذا الجاي من هذا المتحف؟ واش نقولوا لهذا الجيل؟ أولا نقول لهذا الجيل أن لما أتجول بين أجنحة هذا المتحف ففي كثير من المرات ألاحظ بأم عيني أن العديد من الشباب ومن الأطفال يبكون بالدموع لما نحكي لهم بعض الحقائق الخاصة بتاريخ الجزائر، يتأثرون كثيرا، يفتخرون أيضا لما نحكي لهم على جهاد الشهيدة حسيبة بن بوعلي، على عمر الصغير، على علي لابوينت وغيرهم من الشهداء، على الكثير من الشهداء الجزائريين. لما نحكي لهم خاصة لما نركز على نقطة أساسية اللي هي أنهم هاد الشهداء كانوا شباب مثل الشباب الجزائري الذي يريد أن يتعرف أكثر وأكثر على تاريخه، تاريخ آبائه وتاريخ أجداده. لما نقف أيضا عند بعض الأسلحة البسيطة التي استعملها المجاهدون الجزائريون من أجل مقاومة هذا المحتل الغاصب، بسيطة جدا، إلا أن الإرادة والعزيمة والإرادة كما قلت في دحض هذا المستعمر وإخراجه من هذا البلد كانت قوية جدا ومرتفعة.